السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا وسهلا بكل من يتابع وكل من يهتم بشأن العالم وشأن نفسه وشأن الأمة بكل معانيها. عند إدارة الأزمة يجب أن يتفاعل الجميع دون سخرية ودون استهزاء ودون ضحك دون معنى. أما يتقال أن هناك وباء اسمه وباء كورونا، يبقى لازم البسطاء والعوام يعرفوا إيه المطلوب منهم. بالأمس وعبر استطلاع كل التوجيهات الصحية للأطباء ومنظمة الصحة العالمية، تبين أنه الحرص على النظافة الشخصية وغسل الأيدي والاهتمام بالابتعاد عن الأماكن اللي فيها كثافة بشرية والابتعاد عن الأماكن اللي فيها استانلس أو معادن وتحط إيدك عليها، في المطابخ، في المقاهي، في الأماكن العامة، في الأسانسيرات، الناس اللي راكبة توك توك، اللي راكبة ميكروباص، اللي راكبين عربيات، اللي راكبين قطر وبيمسكوا المقابض بإيديهم، سهل جدا أنه بعد ما ينزل يغسل إيديه. الناس اللي بتتسوق في المولات أيضا يراعوا أن النظافة الشخصية وغسل إيده ده أمر مهم جدا. شرب الأشياء الساخنة أمر جميل ومهم ومطلوب داخل البيوت بصرف النظر فيه كورونا، فيه إنفلونزا، فيه كذا. كل هذه توجيهات تربوية وصحية في غاية الأهمية عشان ننفذ ما يسمى بالحجر الصحي التطوعي الطوعي، لأنه في حال أنت بتحمي نفسك وبتحمي المجتمع اللي معاك، والمفروض أن الدولة جزء من مؤسسات الدولة بيشترك على ده. يؤلمني جدا أن أنا ألاقي عربيات بتشيل قمامة أو زبالة، والعاملين في العربيات في وسط القمامة، ربنا يديهم الصحة وبارك فيهم، لا لابس قمامة بتاع ده كمامة، ولا غاسق، ولا لابس جوانت حتى في ايديه، ودي ابسط الامور. ومنظر السيارات كئيب وكله وسخ، مفيش اهتمام وصيانة. يفترض ان المسؤول عن المحليات القائم على ده يهتم بالناس دي، لان الناس دي بشر، هو بيخلص شغله ويروح المسجد ويتحرك في الشارع وبيقابل الناس وبيشيل بإيديه زبالة البشر. فالمفروض ان احنا نهتم بهؤلاء، لان ده جزء من إدارة الأزمة. جزء من إدارة الأزمة ان الشباب يتوجه، وانا عملت بعض الدعوات بكررها يعني، او بعض الامور اللي ممكن تبقى دعوة على مستوى العالم العربي لتبنيها. قضية التعليم اونلاين ودور الأساتذة ودور المعلمين وكذا يجب ان تكون احد المسارات. الأطباء والاهتمام بيهم ورعايتهم، والممرضات والمبادرة من قبل رجال الأعمال، ما يستنوش حد يجبرهم أنهم يدفعوا أو أنهم يهتموا بالأماكن أو بالرعاية الصحية أو بتوفير الأدوات النظافة أو غيرها. وسائل الإعلام وشركات الموبايل وشركات المحمول في توصيل الرسائل التوجيهية الإرشادية، زي ما بيعملوا أيام رمضان وبيعملوا أيام رأس السنة. إحنا في أزمة وفي ورطة على مستوى العالم، يجب أن يتعاون الجميع. اللوحات الإعلانية والإرشادية على الطرق يجب أن يتم استبدالها فورا بالإرشادات والتوجيهات. الإعلانات المدفوعة في التلفزيونات أو الغير مدفوعة المفروض أن الدولة تبدأ تشتغل عليها وتوجه البسطاء اللي في القرى واللي في البيوت، اللي لا بيعرف حاجة على النت ولا يلزمه ولا بيعرف الكلام ده، يجب أن نهتم بيهم. هناك دعوات في غاية الأهمية يمكن أن تتبناها القنوات الفضائية، تؤدي إلى حجب الناس ومنعهم من أن هم للأسف الشديد نقل الفيروس نقل تصاعدي، وبيسبب مشاكل كبيرة جدا للمجتمع وللأمة ككل وللعالم بأسره. سمعين كل يوم عن الأعداد، نسبة الشفاء عالية جدا صحيح، ولكن اللي هينقل المرض هيبقى مشكلته كبيرة جدا في البيئة المحيطة، وفي أنه يؤذي أسرته ويؤذي نفسه ويؤذي الناس. حضانة المرض تمتد ل 14 يوم أحيانا، وأحيانا تصل إلى وقت أكبر. كل ده بدينا فرصة أن احنا نتعامل معاه بإيجابية. إذا اشتغلنا على ده أكيد هتبقى فيه هناك إيجابية عالية جدا من المجتمع، ونشتري نفسنا ونشتغل. وحضرتك بعد ما تشوف الفيديو ده تنقله للآخرين عشان يتعلموا وعشان يوجهوا نفسهم، وتتعلم ونسمع ونوجه بعض باهتمام وبعناية، نلتقي على خير. نسأل الله السلامة والعفو والعافية لنا وللأمة وللعالم بأسره من كل مكروه. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.